بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، النهاردة هنشرح درس قراءة بعنوان كبرياء طفل. الدرس بيبدأ وبيقول: وصل مصطفى كامل الدراسة حتى نال شهادة إتمام الدراسة الابتدائية. يبقى مصطفى كامل حصل على الشهادة الابتدائية. المدرسة أقامت حفلاً لتوزيع الشهادات على الطلاب الناجحين. يبقى مصطفى كامل حصل على الشهادة الابتدائية سنة 1887. المدرسة أقامت حفلا لتوزيع الشهادات على الناجحين. من دعي لحضور الحفل؟ الحفل دعي لحضوره الخديوي توفيق، الوزراء، كبار رجال حاشيته، وجماعة من عظماء القوم. يبقى درسي النهاردة درس قراءة. الدرس قراءة بعنوان كبرياء طفل. الدرس بيتكلم بأن مصطفى كامل حصل على الشهادة الابتدائية سنة 1887. المدرسة أقامت حفل فخر، أقامت حفل عظيم لتوزيع الشهادات على الطلاب الناجحين. من دعي لحضور الحفل؟ يعني مين هيحضر الحفل توزيع الشهادات على الناجحين؟ قلت لي الخديوي توفيق، كبار رجال حاشيته، الوزراء، جماعة من عظماء القوم. أي حفل يا جماعة متبع لنظام. نظام الحفل اللي قامت المدرسة بإعداده هو أن يتقدم الطلبة الناجحون للوقوف أمام الخديوي واحد فواحد. يبقى ما النظام المتبع في الحفل؟ قلت لي النظام المتبع في الحفل في ذلك الوقت أن يتقدم الطلبة الناجحون للوقوف أمام الخديوي واحدا فواحدا. يبقى يا مستر نظام الحفل أهو أن يتقدم الطلبة الناجحون للمسؤول، بمعنى الوقوف بين يدي يعني أمام الخديوي واحدا فواحدا. يبقى المدرسة أقامت حفلا فخما لتوزيع الشهادات على الطلاب الناجحين. حضر الحفل الخديوي توفيق، كبار حاشيته، الوزراء، مجموعة كبيرة من عالية القوم. قلت لي رهطا من عالية القوم. رهطا يعني ايه؟ يعني مجموعة عالية اللي هم السادة. وقد أعدت المدرسة هؤلاء الطلاب لهذا الغرض. لقنوا عبارات: أن يقول الطالب قبل اسمه أو اسم والده مسبوقا بكلمة عبدك. استمع مصطفى كامل كما استمع بقية زملائه، ولكن مصطفى اختلف في طريقة التنفيذ. فعندما جاء دور الطلبة الناجحين للوقوف أمام الخديوي نفذوا التعليمات بدقة، إلا مصطفى عندما سأله الخديوي عن اسمه أجاب باعتزاز، أجاب بكبرياء: مصطفى كامل، ولم يسبق اسمه كلمة عبدك. وحينما سأله عن اسم والده قال، أجاب: المرحوم علي أفندي محمد. عقب الخديوي على سبق معرفة بإخلاص وكفاءة والده. يبقى الخديوي على معرفة بإخلاص وكفاءة والد مصطفى كامل. يبقى بما عقب الخديوي، قلت له يا مستر أنا ما أعرفش كلمة عقب يعني إيه؟ قلت لك عقب بمعنى علق. علق الخديوي، الخديوي المقصود به الخديوي مين هنا؟ قلت له الخديوي توفيق، على معرفته بإخلاص وكفاءة والد مصطفى كامل. الضابط من خلف مصطفى كامل عندما لم يذكر كلمة عبدك كاد ينفجر من الغيظ. يهمس ويذكر مصطفى أن يذكر كلمة عبدك قبل كل إجابة، ولكن الطالب تجاهله. فظن الضابط أن مصطفى نسي من شدة الخوف. الضابط ظن أن مصطفى نسي أن ينفذ من شدة الخوف. انفض الحفل، غادر الزائرون المكان. احنا نرتب الافكار وبنقول ان احنا بنتكلم عن موقف. الموقف ده فيه كبرياء، الموقف ده فيه عزة نفس، الموقف ده مين البطولة؟ قلت له البطولة مصطفى كامل. وقف امام الخديوي، عندما سأله عن اسمه اجاب مصطفى كامل، لم يذكر كلمة عبدك. عندما سأله عن اسم والده اجاب مصطفى كامل، لم يذكر كلمة عبدك. يا مستر الضابط من خلف مصطفى كان قلت لي كاد ينفجر من الغيظ، وظن أن مصطفى نسي من شدة الخوف، نسي من رهبة المقام. انتهى الحفل، غادر الزائرون المكان.
استدعي مصطفى كامل أمام الضابط ومدرس المدرسة. ليه يا مستر؟ وتلي للتحقيق معه في أسباب عدم طاعته للأوامر وتنفيذ ما كلف به. يبقى مصطفى كامل استدعي للتحقيق معه أمام مدرس المدرسة، أمام الضابط، نقش في أسباب عدم طاعته، تنفيذ ما كلف به من أوامر، فأجاب بكل شجاعة: كيف تطلب مني أن أذكر أمام الخديوي كلمة عبدك؟ ولم أكن عبدا إلا لله، وما كنت أنا عبدا، ولا كان أبي كذلك، ولو قلت غير الحق لكنت كذابا ومحتالا. يبقى مصطفى كامل استدعي أمام الضابط ومدرس المدرسة، قلت لي لماذا؟ ليناقشوه في أسباب عدم تنفيذ التعليمات أمام الخديوي. بما رد مصطفى كامل على الضابط؟ أنه لم يكن عبدا لأحد، وكذلك أبوه لم يكن عبدا لأحد، ولو قال غير الحق لصار كذابا ومحتالا. الضابط في الموقف ده دهش، كيف ينطق تلميذ صغير لم يتجاوز عمره 13 سنة أو 13 من عمره بهذه العبارات؟ لا يستطيع من هم أكبر منه سنا أن يتفوهوا بمثل هذه العبارات. يبقى الضابط في الموقف ده اندهش أو دهش من رد مصطفى كامل لأنه صغير السن يتحدث بهذه الشجاعة، لا يستطيع الأكبر سنا أن يتحدث بمثل هذه الطريقة، أن يتحدث بمثل هذه الطريقة. يبقى كده مصطفى كامل حصل على الشهادة الإعدادية. قلت لي غلط يا مستر، مصطفى كامل حصل على الشهادة الابتدائية. المدرسة أقامت حفلا وحضره الخديوي إسماعيل. قلت لي غلط، المدرسة أقامت حفلا وحضره الخديوي توفيق، وكان نظام الحفل أن يتقدم الطلاب واحد فواحد للوقوف أمام الخديوي. المدرسة أعدت الطلاب، لقنوا أو حفظوا عبارات أن يقول قبل اسمه أو اسم والده كلمة عبد. مصطفى كامل استمع إلى التعليمات ولكنه لم ينفذها. الضابط من خلف مصطفى كامل يذكره بكلمة عبدك ولكنه تجاهله، لم يهتم، فظن الضابط أن مصطفى كامل نسي من شدة الخوف أو نسي من رهبة المقام. بعدما انتهى الحفل غادر الزائرون المكان. استدعي مصطفى كامل أمام الضابط ومدرس المدرسة للتحقيق معه في عدم تنفيذ الأوامر، فأجاب بكل شجاعة: كيف تطلب مني أن أقول كلمة عبدك؟ ولا كنت أنا، ولا كان أبي كذلك، ولو قلت غير الحق لكنت كذابا ومحتالا. يبقى الضابط في هذا الموقف لم يستطع أن يغالب دهشته، لأن مصطفى كامل تلميذ صغير لا يتعدى عمره 13 سنة، يتحدث بشجاعة لا يستطيع من هم أكبر منه سنا، لا يستطيع من هم أكبر منه مقاما أن يتحدثوا بمثل هذه العبارات. موقف مصطفى كامل ده نتعلم منه إيه؟ قلت لي يا مستر هنتعلم منه حاجات كتير. قلت لي زي إيه؟ قلت لك رفض العبودية، رفض الذل، الشجاعة، قول الحق، الاعتزاز بالنفس. تاني موقف مصطفى كامل أنت كطالب ممكن تستفيد منه إيه؟ قلت لي يا مستر رفض العبودية، رفض الذل، الاعتزاز بالنفس، الشجاعة، قول الحق. أب التصرف بتاع مصطفى كامل ده تصرف يدل على إيه؟ يدل على شجاعة مصطفى ولا يدل على خوف مصطفى؟ قلت لي لا، تصرف، هذا التصرف يدل على شجاعة مصطفى كامل، يدل على اعتزازه بنفسه، يدل على شجاعة مصطفى كامل ويدل على اعتزازه بنفسه. وبكده احنا اتكلمنا عن درس كبرياء الطفل اللي هو كان بيتكلم فيه مصطفى كامل طالب في الشهادة الابتدائية، حصل على الشهادة الابتدائية، المدرسة أقامت حفلا، حضر الحفل الخديوي توفيق، نظام الحفل يتقدم الطلاب واحد فواحد، لقنوا تعليمات أو لقن الطلاب تعليمات أن يقول قبل اسمه أو اسم والده كلمة عبدك. خالف مصطفى كامل التعليمات لأنه لم يكن عبدا إلا لله، لأنه يرفض العبودية، يرفض الذل، لأنه شجاع، لأنه شجاع. نعيد الدرس تاني؟ طيب مين يقدر يعرب لي قبل ما نطلع من الدرس أن أكون؟ مين يعرب كلمة أكون؟ أيوة فعل، فعل مضارع منصوب بالفتحة، برافو عليك. يبقى هنا
أن أكون، يبقى أكون فعل مضارع منصوب بالفتحة. طيب مين يعرب لي كلمة الحق؟ غير الحق. الاسم اللي يجي بعد غير بيجي بعد كل، بيجي بعد بعض، بيجي بعد سوى، يعرب مضاف إليه مجرور بالكسرة. يعني هنا لما أقول كل شجاعة يبقى كلمة شجاعة تعرب إيه؟ مضاف إليه مجرور بالكسرة. أبقى أمامة دي ظرف إيه؟ أيوة صح، برافو عليك، ظرف مكان. طب معرب ولا مبني؟ قلت لي لا، ظرف مكان معرب، ظرف مكان منصوب بالفتحة. طب الاسم بعد الظرف يعرب إيه؟ قلت لي مضاف إليه مجرور بالكسرة. أب كلمة الضابط معربة بعلامة أصلية ولا معربة بعلامة فرعية؟ علامة أصلية، برافو يا أحمد. أب كلمة مدرسي؟ لا، دي معربة بعلامة فرعية اللي هي الياء. معربة بعلامة فرعية اللي هي إيه؟ الياء، وأصلها مدرسين وحذفت النون للإضافة. حذفت النون للإضافة. طب مين من السطر ده يقول لي استدعي مصطفى كامل أمام الضابط ومدرس المدرسة ونوقش في أسباب عدم طاعته؟ مين يجيب لي فعل مبني للمجهول؟ برافو، نوقش فعل مبني للمجهول. مين يجيب لي فعل ناسخ؟ من السطر الثالث، وما كنت أنا عبدا ولا كان أبي كذلك، ولو قلت غير الحق كنت كذابا ومحتالا. برافو عليك يا حبيبي، كنت ده فعل ناسخ. الأفعال الناسخة ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر.